السائل أشكل علي ما ذكره بعض أهل العلم أن الإنسان إذا طاف أو ذبح عند القبر لله ولكن يرجو بركة المكان فهذا حرام ووسيلة إلى الشرك، وبينما قاله بعضهم أن من طاف عند القبر أو ذبح عنده فهو مشرك ولا ندخل في نيته، ما الصحيح في ذلك؟ صحيح التفصيل الأول، إذا كان يطوف بالقبر لا يقصد التقرب إلى الميت وإنما يقصد التقرب إلى الله وظن أن الطواف بالقبر له فضيلة، هذا بدعة ما هو شرك، هذا يعتبر من البدعة، لأن الله لم يشرع لنا الطواف في غير الكعبة المشرفة، ما في طواف على وجه الأرض إلا بالكعبة المشرفة، ليطوف بالبيت العتيق لا يطاف بالبنايا والقبور والمقامات، هذا بدعة. نعم.